السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. أحييكم أنا هلال رحيمي، وتحية لكم مني أنا وئام الدخيل ومن زميلنا في لغة الإشارة بدر العنزي. والبداية بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز. وصول أكثر من 1,200,000 حاج وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة الضالع. أهلا بكم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد رحمه الله. دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غد الخميس 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما طلبت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب لما فيه من التعاون على البر والتقوى. بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء الركن الخامس من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم أمس 1,249,951 حاجاً، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات التي أوضحت أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,169,204 حجاج، وعبر البحر 13,549 حاجا وحاجة، فيما قدم عن طريق البر 67,198 حاجا وحاجة. هذا وقد بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 745,472 حاجا وحاجة، وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة. وبينت الإحصائية أن 547,300 حاج غادروا المدينة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الأيام الماضية، في حين بلغ إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 198,132 حاجا وحاجة. وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج بنغلاديش هم أكثر نسبة حجاج تواجدا بالمدينة المنورة. أعلن اللواء عبد العزيز المسعد مساعد قائد قوات أمن الحج بدوريات الأمن خلال المؤتمر الإعلامي الثاني لخطة قوات أمن الحج، أعلن عن إطلاق قيادة قوات أمن الحج دوريات الأمن التي تشارك لأول مرة في مهام الحج الأمنية كإدارة مستقلة بالأمن العام. قيادة دوريات الأمن لهذا العام مستحدثة لأول مرة كقيادة حديثة بتوجيه من معالي مدير الأمن العام، وبعد موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله على ذلك. تدرج ضمن هذه القيادة ثمان قيادات، منها خمس قيادات عملت في الأعوام الماضية ضمن خطط أخرى، واستحدثت ثلاث قيادات لزيادة وفعالية الخطط الأمنية ولضمان إخراجها بالشكل الصحيح. الخطط الخمس التي كانت موجودة منذ قبل اللي هي خطة العاصمة المقدسة وخطة المشاعر المقدسة، وتشمل منى ومزدلفة وعرفات، مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، كما تشمل اللي منع الموسمية، نقاط المنع الموسمية على مداخل جدة ونقاط منع على مداخل الطائف.
أما ما استحدث هذا العام فهي قوة المهام والواجبات الخاصة، وهذه استحدثت لدعم خطط دوريات الأمن بالإضافة إلى دعم مهام الخطط الأخرى من قيادات الحج وفقا لما يمليه الموقف. كما استحدثت قوة خاصة بمنع اللي هي المخالفات التسول وخلافه في المشاعر وعند جبل في منى تحت جسر الملك فيصل وعند مسجد الخيف، بالإضافة إلى في مشعر عرفات. وقد وليت هذه القوة ووفرت الأعداد المطلوبة، وستباشر إن شاء الله أعمالها فور وجود الحجيج. وتفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى سير العمل بمنفذ البطحة، ووقف ميدانيا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نتابع. بهدف متابعة سير العمل في جوازات منفذ البطحاء الحدودي لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بزيارة ميدانية لجوازات المنفذ للوقوف على خدماته والإشراف عليها ومناقشة موظفي الجوازات من أجل الخدمة الأفضل لحجاج بيت الله الحرام. الزيارة الميدانية هي مبنية على خطط مسبقة مرتبة بناء على توجيهات من سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله، الذي دائما يحرص على المتابعة الميدانية، فدائما يؤكد علينا أن المتابعة الميدانية للقيادات هي التي يعني أولا تأثيرها على العاملين، رفع معنويات العاملين، أيضا التأكد من وجود ملاحظات ومعالجة في حينها. خدمات نوعية تقدمها الجوازات السعودية في كافة المنافذ أثناء موسم الحج، وتأتي زيارة اللواء سليمان اليحيى لمنفذ البطحاء حرصاً وتأكيداً على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، باعتبار الجوازات من أبرز الجهات المهمة التي تأتي في طليعة استقبال الحجاج. تتكامل الجهات الحكومية ومن ضمنها الجوازات السعودية لرفع مستوى الخدمات للحجاج في المنافذ المختلفة. لقناة السعودية محمد الحمادي من منفذ البطحاء الحدودي. ينطلق موسم الطائف غدا وعلى مدى شهر كامل، محتضنا أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف باعتباره مصيف العرب الذي يتهيأ ليكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية. وكانت مواسم السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الأولى من موسم الطائف، والذي يأتي في سياق إبراز مكانة المملكة كأفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي وبمقومات عالمية، مع تجديد وابتكار للفعاليات النوعية التي تلامس رغبات العوائل داخل المملكة والسياح القادمين من خارجها. وللمزيد يلتحق بنا هاتفيا من مدينة الطائف المتحدث الرسمي للفعاليات، فعاليات موسم الطائف، الأستاذ نايف العصيمي. أهلا بك أستاذ نايف. طبعا غدا كما ذكر الخبر ينطلق موسم الطائف الأول متضمنا أكثر من 70 فعالية، حدثنا بشكل سريع عن أبرز هذه الفعاليات وأماكن تواجدها في مدينة الطائف. بلا شك موسم الطائف ينطلق إن شاء الله غدا تحت شعار غير جو. نحن الآن وصلنا إلى التحضيرات الأخيرة والنهائية للموسم ومستعدين لاستقبال الزوار في 4 وجهات رئيسية، هي سوق عكاظ، إضافة إلى فعاليات مهرجان ولي العهد للهنجن، إضافة إلى قرية ورد وسادة البيت. سادة البيت هي فعالية تختص بالهايكينج وتسلق الجبال. تم اختيار الاسم بناء طبعا على اسم الشاعر الكبير الراحل محمد السبيتي، أحد رموز الطائف، وهو سيد البيت. فاختيار الاسم وارتباطه بسيد البيت أي سيد الصحراء. نعم. وبالتالي فإن الفعالية ستبدأ غدا إن شاء الله في منطقة الشفا، وكذلك الفعاليات المصاحبة والتي عددها يتجاوز 70 فعالية نوعية ستنطلق بإذن الله تعالى يوم الغد بإذن الله تعالى. نعم، هناك سوق عكاظ السنوي سيكون من ضمن هذه الفعاليات. سوق عكاظ بإذن الله تعالى ملتقى العرب سينطلق غدا أيضا بحلة جديدة بين الماضي والحاضر، وفعاليات تم تجديدها بالكامل. السوق تم إعادة بنائه، تم إضافة منطقة حي العرب، جادة عكاظ تمت مضاعفة المساحة، طبعا نتكلم عن 2000 ممثل طبعا يعيش يعني يعيشون
حياة العرب قديما ويعيشون نفس هذه الحياة، إضافة إلى فتيان عكاظ وهي فرصة للأطفال لتعلم الحضارة العربية بكل تفاصيلها، وكذلك فرسان عكاظ والقوافل التجارية. 11 دولة عربية ستكون حاضرة. هدفنا الرئيسي من خلال موسم الطائف هو إعادتها للمشهد السياحي العربي وإبرازها كوجهة سياحية رئيسة عربية. نعم أستاذ نايف، كيف تسير التنمية في الفترة الأخيرة، التنمية السياحية في مدينة الطائف، ومدى استعداد المدينة السياحية لهذا الموسم السياحي؟ نعرف أن الطائف تتميز بأجواء جميلة لكن لم تكن بالمستوى المرضي لمرتديها من السياح في سنوات ماضية. خلال التجهيز لموسم الطائف تمت يعني تكليف فرق عمل متخصصة لرفع جودة الخدمات في المحافظة على كل الأصعدة. نتحدث عن مسار خاص بالإيواء السياحي، ونتحدث عن طبعا مواقع خاصة بطبعا تجهيزها للسياح وزوار المدينة، بالإضافة إلى تجهيز المطارات للمطار ليكون بحلة أجمل، وتجهيز شوارع المدينة ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى مهرجان خاص للتسوق حسومات تصل إلى 70% سيكون متزامن جميل مع موسم الطائف. الطائف بحلة جديدة يعني جاهزة لاستقبال زوارها خلال موسم الطائف بإذن الله تعالى من يوم غد ولمدة 31 يوم بإذن الله تعالى. الأستاذ نايف العصيمي المتحدث الرسمي لفعاليات موسم الطائف، شكرا جزيلا لك. أقامت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المعسكر التدريبي الأول لنموذج المشاريع الريادية بدعم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة 60 متدرب من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة 60 متدربا من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وبدعم من منشآت، أقامت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المعسكر التدريبي الأول لنماذج المشاريع الريادية. هذا المعسكر الحقيقة هو عبارة عن مشاريع الطلاب ومشاريع أعضاء هيئة التدريس ومخرجات العملية التعليمية، كيف ممكن تترجم إلى قيمة مضافة في الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية، لأنهم رواد أعمال وربما يكونون غير مدركين بالأمور الإدارية والمالية والتسويقية والاستراتيجية أيضا، فيتم توجيههم ويتم إرشادهم بجميع الاستشارات اللي يتم التفاعل معها في الحاضنة. اشتمل البرنامج على مشاريع متعددة، منها مشاريع خاصة بالتخرج وتطبيقات إلكترونية وبراءات اختراع متنوعة. التدريب يمر بثلاثة رحلات. الرحلة الأولى نحن نسميها الرحلة الذاتية، بحيث أنه شخص يتعرف على ذاته الريادية، هل هو فعلا مناسب لريادة الأعمال، إيش ينقصه عشان يصير ريادي أعمال، ثم ننتقل للرحلة الريادية وفيها نماذج ومهارات ومنهجيات في ريادة الأعمال الحديثة، وأيضا الرحلة الأخيرة هي الرحلة الإدارية، بحيث نعطي معلومات عن علوم الإدارة المطلوبة في المشاريع وفي الشركات عشان يكون أدائها أفضل في السوق إن شاء الله بإذن الله. تراوحت برامج الدعم بين التمويل وفرص التدريب والاستثمار وتوفير مسرعات الأعمال وورش العمل المختلفة. نور الهاشم، الدمام. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد 75 عاما المملكة تودع المؤرخ الإعلامي عبد الرحمن الشبيلي. أهلا بكم من جديد. ودعت المملكة أمس واحدا من أبرز إعلاميها ومؤرخيها الدكتور عبد الرحمن بن صالح شبيلي بعد أن عاش 75 عاما جلها في خدمة الوطن إعلاميا وسياسيا وأكاديميا. المزيد عن سيرة الراحل في التقرير التالي. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. كلمات ودعنا بها الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي، أحد أبرز رواد الإعلام السعودي وأبرز مؤسسيه.
الوقت من الكتب في تاريخ الإعلام والأدب والسير، ومن أبرز مؤلفاته نحو إعلام أفضل وأعلام بلا إعلام ومشيناها حكايات ذات، كتاب أخير للشبيلي يوثق من خلاله رحلته وسيرته الحافلة ليترك لنا صفحات تحمل بين طياتها حكاية عمر وحياة شكلتها الصدف منذ الطفولة. وبرحيل الدكتور الشبيلي تفقد المملكة ذاكرة إعلامها بعد أن عاش 75 عاماً بإنجازات تخلد لنا سيرة رجل أصبح أنموذجاً للعمل الوطني وإرثاً عظيماً في تاريخ الإعلام. وانضم إلينا هاتفياً عضو مجلس الشورى السابق والأديب الأستاذ حمد القاضي. أهلاً بك معنا في هذه النشرة أستاذ حمد، وأنت الزميل له في مجلس الشورى وأيضاً النوادي الأدبية. كيف تلقيت خبر وفاة الدكتور الشبيلي المفاجئة؟ مرحباً، رحم الله فقيد الوطن الدكتور عبد الرحمن الشبيلي. لقد تلقيته كما تلقاه محبو بشيء من الألم والشجن، وخاصة قصة وفاته رحمه الله. لكن كلنا نرضى بقضاء الله وقدره ونستسلم لذلك. فقد الوطن حقا رجلا نادرا بعطائه بأعماله بسلوكه، كان انموذجا حقيقة في العطاء وفي الجدية. كما يعرف الكثيرون هو تقلد العديد من المناصب، سواء في وزارة التعليم العالي ثم عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الإعلام وعضو المجلس الأعلى للجامعات، وعديد من الأعمال التي قدمها لوطنه وكان متقنا لكل عمل. نعم أستاذ حمد، من هذه النقطة أسألك عن المحطات المهمة في حياة الراحل عبد الرحمن الشبيلي. يعني اهتم الفقيد بالتوثيق لتاريخ المملكة وأبرز محطات تطورها سواء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله إلى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. إلى جانب أعماله الرسمية كان حاضرا بالمشهد الإعلامي والثقافي والتاريخي في هذا الوطن. عندما تفرغ تحديدا من أعمال الرسمية، طبعا هو كان عمل أو كان عضو في مجلس الشورى ل 12 عاما، وأنا شرفت بزمالتي بالدورة الثالثة، وكان أحد الأعضاء البارزين في التوصيات التي يقدمها كان الوطن وهو هاجسه. كان لا يتحدث عن عاطفة، عندما يقدم توصية أو مداخلة كان الوطن والمواطن وثقة القيادة به هي كانت التي تكون وراء كل ما يقدمه في مجلس الشورى. بعد مجلس الشورى فعلا الحقيقة أنه المشهد الثقافي والإعلامي فرح بتفرغه، فهو ألف أكثر من 50 كتابا سواء في السير أو في الأدب أو في المجال الإعلامي، وعني عناية تامة بأولئك الإعلام الذين غفل عنهم الإعلام. بالتالي كان له كتاب مشهور أعلام بلا إعلام، ولعل في تقديري أكثر كتبي تأثيرا كتاب مشيناها روى قصة حياتي، ومن توفيق الله نروى هذا القصة بكل ما فيها من تجارب وخيبات وانكسارات ونجاحات. كان صادقا في كل كلمة أو تجربة مرت عليه، وأتمنى أن كل شاب يقرأ هذا الكتاب. لو ألقيت نظرة سريعة على مجمل ما قدمه الدكتور الشبيلي، هو أضاف لمكتبتنا التاريخية فيما يتعلق برجال وطننا سواء من قادتنا أو من الأدباء أو المؤرخين، وفي ذاك الوقت هو أعطى في المجال الأدبي وصافة يعني حاضرا. نعم. في مقالاته، حتى آخر مقال كتبه قبل وفاة رحم الله عن الوزير البحريني طارق المؤيد. شكرا لك أستاذ حمد. نعم. القاضي، انتهى وقتنا. شكرا. عضو مجلس الشورى السابق، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للدكتور عبد الرحمن، أحد رموز الإعلام السعودي.
قام رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد يرافقه عدد من المسؤولين اليمنيين اليوم بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة ومسؤولي المركز، وبحث الطرفان آخر المستجدات على المستوى الإغاثي وآلية إيصال المعونات والمساعدات للأشقاء اليمنيين. الدكتور الربيعة أكد لرئيس الوزراء اليمني تسخير المركز إمكانياته كافة لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع مسؤولي الحكومة اليمنية والهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية. وأشار رئيس الوزراء اليمني للدور البارز الذي اطلعت به المملكة ممثلة بالمركز، والذي أدى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة عافيتها. الزيارة اليوم كانت لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية للاطلاع على حجم الجهود المبذولة بمركز الملك سلمان في العمل الإنساني في اليمن. كان لهذا المركز الذي كان بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2015، والذي ترافق مع بداية الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الانقلاب، دور كبير في العمل الإنساني في اليمن، والذي شمل كل محافظات اليمن دون تمييز، بدءا من صعدة إلى الساحل الغربي والحديدة وصولا إلى المهرة. هذا الوصول والشمولية في وصول إلى كافة القطاعات في عمل في التعافي الإنساني، التعليم، الصحة وغيرها، إضافة إلى كثير من البرامج التي كان لها أثر إنساني كبير فيما يتعلق بنزع الألغام أو تأهيل الأطفال المجندين. أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، مراعية بذلك قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني لتنفيذ عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. سبق وأن استعرض الفريق أمام حضراتكم 149 حالة أو تقرير استعرضناه في هذه المؤتمرات. اليوم نستكمل طبعا التقارير التي تم إعدادها والانتهاء من تقاريرها النهائية مؤخرا، الحالة رقم 150 فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام المختلفة. مفاد هذه ما تم رصده أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية جوية بمنطقة سعوان بمنطقة صنعاء بتاريخ 7/4/2019. هذه العملية العسكرية أو الجوية تمت في المحيط المباشر لمدرسة الراعي للبنات، الأمر الذي أدى إلى مقتل 13 طفل على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص. بإجراءات الداخلية للفريق بحسب اللائحة الداخلية للفريق، قام الفريق بالبحث والتقصي عن وقوع هذه الحادثة، واطلعنا على جميع الوثائق المتعلقة بأمر المهام الجوية في يوم هذا الادعاء، كذلك الحال إجراءات تنفيذ المهمة مرحلة التخطيط، جدول حصر المهام اليومي لعموم العمليات العسكرية في اليمن في ذلك اليوم، تقارير ما بعد المهمة من التشكيل المنفذ مرحلة التنفيذ، الصور الفضائية لموقع الاستهداف والتي قام المختصين في الفريق بتحليل هذه الصور، وكذلك الحال اطلعنا على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، كذلك مدى التزام قوات التحالف بقواعد الاشتباك المعتمدة لديها، وكذلك الحال مدى الالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وحول ادعاء قيام قوات التحالف بتنفيذ عملية جوية بمنطقة سعوان بمدينة صنعاء، أوضح المستشار المنصور أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق حول وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق تبين عدم تنفيذ أي مهام جوية في موقع أو منطقة الادعاء. بعد تقييم الأدلة تبين لنا أنه بتاريخ 7/4/2009 في يوم الادعاء أو يوم الذي تم رصد فيه هذه الحادثة، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في حي سعوان، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف على هدف عسكري مشروع يبعد عن منطقة الادعاء أو موقع الادعاء مسافة 50 كيلومتر تقريبا، وتم استخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف بدقة، علما بأن منطقة 50 كيلومتر منطقة خارجة عن منطقة سعوان والذي جاء فيه طبعا هذا الادعاء. مشاهدينا، نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز. وصول أكثر من 1,200,000 حاج وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة الطالع. شكرا لكم على طيب المتابعة. مشاهدينا في أمان الله.